ده هنتكلم على كذا موضوع، أوله هو الميكسد نيرفز. دايما في الفيديوهات اللي فاتت كنا بنتكلم على سنجل نيرف، وكنا بنديله ثراشولد يبقى اكشن بوتنشال او سب ثراشولد فحصل لوكال بوتنشال. ميكسد نيرف المقصود بيها ايه؟ نيرف ترانك، مجموعه مختلفه من الاعصاب عايزين نسجل الكهرباء بتاعتهم. يعني مثلا لو جينا قلنا كل دول نيرف فايبرز موجوده في الترانك، حاجه زي بريكيال بلاكسس. البريكيال بلاكسس في اعصاب مختلفه في نشاطها، في الانشط وفي الاقل نشاطا، وفي النيرف اللي بيبقى سرعه التوصيل فيه اقل ما يمكن. في البدايه عايزين نقول الاحتمالات بتاعتنا. نفترض اديت للنيرف ترانك ده سب ثريشولد كهربا ضعيفه، تفتكر هل النيرف فايبرز اللي هنا هتشتغل؟ الاجابه لا. يبقى هنقول نو اكسايتيشن، مفيش اكسايتيشن هيحصل خالص. طيب لو انا اديت الثريشولد مين اللي هيشتغل؟ هتقول لي الهايلي اكسايتابل، اللي بيستجيب بسرعه للاستيمولس، ده اللي ممكن يشتغل. طب انا لو اديت اعلى سوبرا ثريشولد، سوبرا اعلى من العادي، هيشتغل عدد اكبر، هيزيد النمبر اوف نيرفز اكسايتد، هتشتغل اكتر. طب انا لو اديت ماكسيمال اقصى حاجه ممكنه، هتقول لي هيشتغل كل النيرف فايبرز. طب ليه كل يشتغل؟ لان كل نيرف فايبر لوحده يخضع لقانون اول اور نان، كل واحد لوحده ماشي بهذا القانون. معلومه مهمه انا عايز اقولها، طالما كل نيرف فايبر من اللي انا هرقمهم دلوقتي ليه اكشن بوتنشال تقدر تسجله، يبقى احنا ما بنسجلش بتاع كل واحد لوحده، امال احنا بنسجل ايه؟ الالجبريك سميشن، بشغل او بسجل محصله الاكشن بوتنشال لكل الاعصاب. يعني انا ما بسجلش 1 اكشن بوتنشال، بسجل الالجبريك سميشن ليهم كلهم. طيب ده كلام جميل. طب نفترض يا دكتور اديت انتنستي اعلى من الماكسيمال، هل يا ترى النيرف فايبرز هتستجيب؟ الاجابه لا، مش هدي فوق الماكسيمال، كل نيرف فايبر لوحده لأول او نان. لان احنا لما جينا شرحنا اكشن بوتنشال بقول سنجل نيرف عصب واحد، اديله الثريشولد يديني اكشن بوتنشال. طب لو مالتيبل نيرفز يا ترى هيكون عندي رسمه واحده بقمه واحده ولا قمم مختلفه؟ فده اللي هيوصلنا للعنوان التاني في الفيديو النهارده. هتكلم على compound action potential. معنى كلمة compound يعني المركب. أنا عايز أسجل action potential من أعصاب كتيرة. فكلمة مركب يعني إيه؟ يعني أنا عندي أكتر من رسمة. تعالوا نشوف مع بعض إيه اللي هيحصل دلوقتي. أول ما جيت أسجل لقيت حصل المنظر ده، هتقولي أدي القمة الأولانية، ده الفيرست بيك. طب يا دكتور البيك ده أو الرسمة دي بتاعت كل الأعصاب؟ أقول لك لأ. طب دي بتاعت مين؟
بتاعة العصب الأكثر نشاطا أو highly excitable. دكاترة الهيستولوجي قالوا لنا إن النيرف فايبرز هتتقسم إلى A و B و C، وهنعمل زوم على دي. الأعصاب بتتقسم حسب إيه؟ حسب الميلين شيس. فاكرين أول فيديو؟ هاجي أفكرك، ده الأكسون بتاعنا. قلنا بعض الأعصاب بتبقى متغطية بغطاء دهني اللي أنا بعمله باللون الأحمر. الغطاء الدهني ده اسمه إيه؟ مايلين. ده المايلين بتاعنا، وقلنا إن المايلين عازل للكهرباء، وبالتالي الكهرباء بتعمل إيه؟ بتعمل جامب، والكلام ده هنقوله النهارده وهنشرحه في الفيديو. يعني انت عايز تقول ان اول نيرف سجلناه له الكهرباء هو اسرع واحد. طب والاسرع اعرفه ازاي؟ كل ما النيرف يتغطى بميلين شيس اكتر، كل ما سمكه، دي حاجه اسمها سيكنس، بيزيد. طب ما السيكنس بيزيد، تضطر الامبلس تتحرك من نود الى نود، فالسرعة تزيد، فالتسجيل يبقى أسرع. يبقى أول نيرف هو إيه؟ النزلة دي تعتبر إيه؟ ري بولاريزيشن أوف إيه؟ والطلعة الدي بولاريزيشن أوف إيه؟ أنا لغاية دلوقتي سجلت الأسرع. خلي بالك أنت اديت للنيرف ترانك استيمولس واحد ليهم كلهم، فاللي استجاب الاول هو اللي عليه ميلين اكتر، هو الاسرع. هو ايه؟ عارف، عامله زي سباق سرعه، زي سباق العاب القوه. كلكم هتبتدوا يا نيرف مع بعض، يا نيرف ترانك، الاسرع هو اللي هيكسب، هو اللي هسجله الاول. يبقى انا سجلت الايه اثناء الري بولاريزيشن اوف ايه؟ لقينا مين اللي لقط الكهرباء، مين اللي عايز يتسجل بعده؟ بصوا اللي هو البي. ولو تلاحظوا حاجه، شايفين القمه بتاعه الايه اهي، قمه البي اللي هو رقم 2 في الترتيب بتبقى تحت قمه الايه. طب والجزء المنقط ده بتاع البي هو الدي بولاريزيشن بتاع البي. بصوا بقى وانزل، ده ايه؟ ده الري بولاريزيشن بتاع البي، يبقى ده دي وده ري. طيب كل ما نيرف فيهم عايز يرجع للريستنج هتلاقي تسجل كهربة اللي بعده، وبعد كده نيجي بلون تاني اهو، وده يبقى مين؟ ده يبقى السي، ونحط البيك بتاعه تحت، وادي السي، وهكذا. ايه اللي حصل من الرسمة؟ الأسرع A في القمة، يليه B، يليه C، كأنك بتقول 1 2 3. هو ده الترتيبة بتاعتنا. طب فين يا دكتور أكتر من رسمة اللي أنت قلتها؟ أهي عندي كام بيك؟ مالتيبل بيكس، قمم مختلفة. أدي القمة الأولى، وأدي التانية، ودي التالتة. ده معناها ان في different excitabilities، ودي مهمة جدا، في نشاط مختلف، وده شيء طبيعي. حتى لما كنا بندرس لطلبة نقول لهم ايه؟ في طالب يفهمك بسرعة، ده ايه؟ لا، طالب عايز توضيح اكتر، ده بيه الاكسايتابيليتي بتاعته او الابيليتي تو ريسبوند اقل، واقلهم السي. طب السي يعني ايه اقلهم؟ يعني ان مايلينيتد، ده مش متغطي بميلين اصلا. طالما مش متغطي بميلين، ليه يا دكتور في بطء؟ هنقول النهارده السبب. معلومه مهمه لازم تكون عارفها، ان الاي فايبرز اللي هو نمبر 1
بيتقسم إلى سب تايبس. يعني يعني أقول لك إيه ألفا. ألفا دي باللاتيني معناها واحد، بعدها إيه بيتا باللاتيني يعني اتنين. يعني أقول لك الإيه دي متقسمة إيه وان إيه تو إيه ثري، ده حتى الأسرع له تقسيمة داخلية متقسم بينه وبين بعضه. وبعدها عندنا الجاما، ده تالت أسرع. وبعد كده عندنا دلتا، ده رابع أسرع. يعني بدل ما أقول لك إيه واحد اتنين تلاتة أربعة، الطب زمان كان باللغة اللاتينية القديمة، فهم كان يقول لك ألفا يعني واحد، بيتا اتنين، جاما تلاتة، دلتا أربعة. طيب يبقى كده قلنا الميكسد نيرفز وكومباوند أكشن بوتنشال، وده مهم جدا. العنوان التالت المهم، ازاي الكهرباء هتتنقل في النيرفز، وده اسمه propagation of impulse conduction. البروباجيشن اوف امبلس، انتشار الكهرباء ازاي هتتوصل جوه النيرف، او بنتكلم على سرعة التوصيل conduction velocity السرعة. علشان نفهمها هنقسم البورد الى قسمين، ونيجي في القسم ده. ادي النيرف بتاعي، ده الاكسون، ده يا جماعة الاكسون اوف ذا نيرف. اتفقنا بعض الاعصاب متغطية بميلين والبعض لا. تعالوا نتخيل اهو، ادي الميلين بتاعي. الميلين عامل زي الغطا، عامل زي البلطو اللي انت بتلبسه في الشتاء، ده الميلين. وهاجي عند النود اعملها بلون تاني عشان عايز اوضح حاجة، ودي النود اهي عاملة زي حرف في، وادي النود اهو، ونعملها هنا برضو نفس الفكرة، ادي النود وهنا ادي النود. وتعالوا نتكلم انت عايز توصل لايه. كلنا عارفين ان المايلين اللي انا بعمله ده electric insulator، يعني الكهرباء مش بتعدي فيه، وده مهم قوي. انا بشرح دلوقتي myelinated nerves. طب يا دكتور طالما ان الميلين عازل للكهرباء، الكهرباء تتحرك ازاي؟ تعالوا نعملها مع بعض. النود دي اللي عاملها باللون الازرق اكتشفها واحد فرنساوي اسمه ران فييه، فسماها نود اوف ران فييه. ايه اللي حصل هنا؟ بوزيتيف وهنا بوزيتيف. هتقول لي يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي في وضع ايه؟ وضع الريستنج ممبرين بوتنشال. جيت عند النود دي، بصوا عاملها باللون الاسود اهو، واديت ستيمولس كهرباء. وزي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتوا، طالما اديت ستيمولس يبقى انت هتفتح فولتج جيتد صوديوم اتشانل. يعني الصوديوم هيعمل ايه؟ هنعملها باللون الاحمر، الصوديوم هيبتدي يعدي اهو. لما يعدي الصوديوم يخلي جوه بوزيتيف في الحته دي، ويخلي بره مكانه ايه؟ نيجاتيف، اللي هو دي بولاريزيشن. قالوا طالما النود بقت نيجاتيف اتشارج هسميها اكتيف نود. اما النود اللي لسه في الريستنج اللي هي اللي عليها بوزيتيف هسميها ايه؟ ان يعني نوت، ان اكتيف نود او ريستنج نود، لسه العقده دي فتره الريستنج. هتقولي طب وايه يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ اقول لك اللي هيحصل. من الفيزيكس او الفيزياء زمان احنا عارفين ان البوزيتيف تشارج ينجذب للنيجاتيف، دايما الشحنات السالبه تجذب الشحنات الموجبه. يعني ايه؟ نعملها بالازرق اهو،
البوزيتيف يروح للنيجاتيف، يسيب مكانه واتراكتد للنيجاتيف. طالما ساب مكانه ايه اللي يحصل؟ البوزيتيف يتحول الى نيجاتيف. ايه ده؟ يعني هو كان بوزيتيف بقى نيجاتيف، والنيجاتيف فضل زي ما هو. هتقول لي الله، طب يا دكتور ما في بوزيتيف تشارج راحت هنا، راحت ولكن اختفت. دايما النيجاتيف اقوى. عشان كده قالوا في الكتاب كلمة جميلة قوي، شحنات البوزيتيف كأنها غرقت في بحر الشحنات النيجاتيف، فسميناها كارنت سينك. سينك يعني يغرق. فين البوزيتيف تشارج اللي وصلت هنا؟ اختفت. كارنت سينك. طب يا دكتور ومن تحت ايه اللي يحصل؟ تعال اقول لك اللي هيحصل. مش هنا كان بوزيتيف في الاول؟ يبقى تحتيها ايه؟ تحتيها نيجاتيف، والنيجاتيف تحتيها بوزيتيف. بصوا بقى معايا في اللي هيحصل. هنا سالب وهنا موجب، نفس الفكره هنقولها تاني. البوزيتيف اتراكتد لمين؟ للنيجاتيف من جوه. ولما يحصل كده يسيب البوزيتيف مكانه ويبقى ايه؟ ويبقى نيجاتيف. بقى عندي كل السيرفس نيجاتيف. لو جينا على الناحيه التانيه وكملناها نفس الفكره. يعني انا لو جيت الناحيه دي وقلت لك طب ما تيجي نرسم، وادي نوت تانيه، ايه اللي حصل؟ هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. نفس الفكره، البوزيتيف يروح لمين؟ يروح للنيجاتيف. لو انت جيت كملت الرسمه اهي، وهنا برضو نفس الكلام. يعني القصه كلها قصه جميله جدا، وبعد كده يدخل صوتي واهي، لغايه لما يبقى كل الاوتر سيرفيس في حاله دي بولاريزيشن. ملاحظين حاجه؟ ان الشحنات بتنط من نود الى نود. يعني كانت في النود دي راحت لدي، كانت هنا راحت لهنا، وسابت مكانها نيجاتيف. طالما الشحنات بتنط هنسميها كلمه ايه؟ جامبنج كوندكشن، جامب. ولكن الطب باللغه اللاتينيه مش هنقول جامب، هنقول الكلمه الاهم، سلتاتوري كوندكشن. كلمه سلتاتوري يعني القفز. الشحنات جامب من نود الى نود. طب دكتور احنا عندنا سؤال مهم، ايه اهميه الطريقه دي؟ ايه الادفانتجز، المميزات؟ انا استفدت ايه بالطريقه دي؟ استفدت حاجتين. اول حاجه سرعه الكوندكشن، بدل ما اتحرك من نقطه لنقطه، ودي هنشوفها في النوع التاني في النيرف، لا انا بتحرك من عقده لعقده، من دي لدي، من هنا لهنا. يبقى ده رابت، ده سريع جدا. السؤال المهم اللي ما اتقالش في كتب سنه اولى، هو ليه ربنا خلى النقل سريع؟ اكيد الاحساس اللي بيتنقل مهم. زي ايه؟ احساس اللمس. انت طول حياتك عايش بالتاتش، بمسك قلم، بشيل شنطه، بلبس حاجه، بحس حاجه بايديا، تاتش. كل ما الاحساس يكون اكثر اهميه يبقى لازم نقله بالمايلينيتد، لازم يبقى سلتاتوري كوندكشن. ودي النقطة اللي عايز أقول لك عليها، الإحساس الهام يحتاج إلى نقل سريع. ده زي التاتش، إحساسك إن في أرض تحت رجلك. كلمة أرض تحت رجلي وأنا حاسسها اسمها بروبريو سبشن. ده احساسك، feeling of a ground under legs. ده مهم جدا. البوزيشن اوف ذا بودي، وضع الجسم اخباره ايه؟ ده مهم. طب ايه الفايده الثانيه؟ هسالك سؤال. النود هنا حصل فيها دي بولاريزيشن، ثم هيحصل ري بولاريزيشن ويخرج البوتاسيوم،
وطبعا البوتاسيوم هيخرج كتير ويعمل هايبر بولاريزيشن زي ما قلنا زمان. هتقولي انا محتاج صوديوم بوتاسيوم بامب ترجعني للريستنج، كل الكلام ده جميل. هتحتاج البامب فين؟ هتقولي طبعا في النود بس، شايفين اللي عليها الدايره. انا مش محتاج البامب على طول النيرف. ليه؟ لان طول النيرف فيه مايلين اللي هو الكتريك انسوليتور. معنى كده ان البامب ليها مكان معين تشتغل فيه، يبقى تكسير الاي تي بي في حته معينه مش في كل النيرف، يبقى انت بتوفر الطاقه. كلمه توفر اسمها ايكونوميك، اقتصادي، سيف انرجي. انت بتوفر في الاي تي بي بتاعك. هو انا ليه اكسر اي تي بي على طول النيرف؟ انا مش محتاج. نيجي للكوندكشن التاني السهل. نيرف مش متغطي بميلين. على فكرة الميلينيتد اللي انا شرحته قصدي ايه وبي، فاكرين لما قسمنا الاعصاب ده انا قصدي ايه وبي. اما النوع التاني unmyelinated nerves، بصوا بقى وانا مش همسح ده لغاية لما اوري لك اللي حصل. ادي الاكسون بتاعنا، فين الغطا الاحمر الميلين؟ لا مفيش، انا بتكلم على unmyelinated. العصب بنقول عليها بالبلدي العريان، اللي مش متغطي بحاجة. بصوا بقى النقطة دي اديت ستيمولس، اديت كهربا، والنقطة اللي جنبها عادي ده ريستنج، وهنا اديت الستيمولس، ايه اللي يحصل هنا بقى؟ ايه؟ نيجاتيف بره وبوزيتيف جوه، حصل دي بولاريزيشن ودي لا لسه كده. فالبوزيتيف يروح لمين؟ للنيجاتيف. بصوا في الناحية دي، نيجي بقى للناحية التانية، لسه ده اللي بره ده بوزيتيف، فاتراكت لمين؟ اتراكت للنيجاتيف. يفضل كده على طول النيرف من نقطة للتانية من نقطة للتانية، اسمها ايه؟ بوينت تو بوينت ترانسميشن. يا جماعة دي بولاريزيشن، سينتقل من نقطة إلى نقطة، من نقطة إلى نقطة. طب سؤال، معنى كده ان انا بطيء جدا؟ ده سلو كوندكشن، ده عكس الميلينيتد السريع. طب هو انا كده هوفر طاقة؟ لا، ده الصوديوم بوتاسيوم بامب هتشتغل على طول النيرف، لان انت ما عندكش الكتريك انسوليتور زي الميلين، ما عندكش عازل للكهرباء، ده طول النيرف بينقل كهرباء. يبقى سلو ده عيب، والعيب التاني ايه؟ نوت سيف انرجي. طب يا دكتور ليه ربنا يخلق نيرف بطيء في نقله؟ بطيء في نقله لانه الاحساس اللي بينقله مش مهم. يعني ايه احساس مش مهم؟ احساس الهرش، اتشنج، الهرش والاكلان. هتقول لي ما هو يا دكتور ما هو لازم نغرش حساسيه او حاجه، هقول لك ولكن بالمقارنه بالتاتش لا. في سنه تانية هتعرف ان not all sensations are of the same importance، ليس كل الاحساسات على نفس درجه الاهميه. زي ما الناس مقامات وليفلز، برضو السنسيشن مقامات. احساس اللمس ما اقدرش اعيش من غيره، احساس الهرش اقل اهمية. يبقى السرعة بطيئة، يبقى سلو، لكن احساس اللمس مهم فيبقى سريع. اخر جزئية هنقولها في هذا الفيديو هي الفاكتورز affecting الكوندكشن velocity. انت قلت لي الميلينيتد سريع والان ميلينيتد بطيء، وشرحنا الاثنين
وعرفنا أهميتهم، أنا عايز أعرف العوامل اللي بتأثر في سرعة النقل، وده مهم جدا لازم نبقى عارفين. عندنا 5 عوامل هنقولهم مع بعض. أول عامل نوع النيرف، type of the nerve، وده احنا شرحناه، الميلينيتد A و B والسي ده ان ميلينيتد، ده لوحده. هتلاقوا في كتب الفسيولوجي عملنا جدول، والجدول قلت لك ايه نوع النيرف، مثلا ايه الفا او ايه بيتا، ايه جاما، ايه دلتا، تمام. قلت لك الانواع، وجيت قلت لك ايه جنب كل واحد، قلت لك حاجه اسمها سيكنس، سمك العصب، وبعد كده جيت قلت لك ايه سرعه العصب، سرعه النقل، وبعد كده اخر خانه جيت قلت لك فانكشن العصب. الجدول ده مش على طالب سنه اولى، كل اهميته حاجه واحده. تبص على الاي الفا هتلاقي السيكنس بتاعه عالي، يبقى السرعه عاليه جدا. ما هو السيكنس معناها ايه؟ covered with مايلين، زي ما جينا شرحنا الغطا كتير، زي ما انت في الشتاء تلبس بلوفر وفوقيها جاكيت، ده اسمه مايلين بتاعنا. كل ما يزيد المايلين كل ما الامبلس هتعمل جامب اسرع from node to node، وبعد كده يكتب لك الفانكشن. بصراحة في كتب كتيرة كاتبينها غلط، يعني الاي الفا ده اسرع واحد، ده مهم الايه بينقل احساس ايه الجرافيتي، الجاذبية، طول الوقت بتشدك لتحت وتحاول توقعك، لازم المسلز بتاعتك تبعت اشارة للسباينال كورد، الكلام ده هنقوله بعدين، تقول له خلي بالك احنا بنقع، يبقى لازم سرعة النقل تكون ايه عالية جدا. طب الاي بيتا السيكنس بتاعه ايه؟ رقم 2 في السمك، السرعة التانية، ده ينقل مين؟ ينقل التاتش، ينقل البريشر. طيب مثلا ايه دلتا رقم 4 سرعة الرابعة، ينقل ايه فاست بين، لما اجي اشكك بدبوس وتحس بالشكة بسرعة، نفس الكلام بي لوظيفة، السي ينقل سلو بين. يعني انت لو جيت رتبت السيكنس هتلاقي ايه الفا الاول رقم 1، بيتا التاني، جاما التالت، والاي دلتا الرابع، ثم البي الخامس ملاش انواع، ثم السي السادس. والجدول ده الهدف منه بص على الارقام. طب هل الجدول ده نحفظ سمك كل عصب كام وسرعه النقل كام؟ لا، مش حفظ، عشان ناس كتيره سالت هذا السؤال. يبقى ده اول حاجه التايب اوف نيرف يفرق معايا. الفاكتور الثاني المهم هو البريشر، الضغط. تخيل لو انا جيت ضغطت على النيرف، ادي النيرف بتاعنا ومتغطي بميلين اللي عملته باللون الاحمر اهو، جيت ضغطت على النيرف، بص كده عملت بريشر، ضغطت هنا عند النود اوف رام في، ضغطت كومبريشن عليه، مين اللي يتاثر؟ هتقول لي اللي يتاثر هو اكتر نيرف اكسايتابل، اسرع عصب هو اللي يتاثر. ليه؟ كل ما تعمل لي بريشر انت بتعمل صعوبة في الجامب. ازاي نقدر نعمل الجامب ده؟ ازاي اللي تشارج تتحرك؟ لان في نقطة الطلبة مش عارفينها، اللي تشارج علشان تعمل جامب سلتاتوري تحتاج الى ايه؟ الى انرجي، وتحتاج الى تمبريتشر حرارة، وتحتاج الى اكسجين. الناس فاكرة ان هو مجرد جامب وخلاص، لا هو مش جامب وخلاص،
انا عشان اعمل جامب حتى في الرياضه انا عايز انرجي. تخيل وانا بنط واحد مسكني كتفني، هنط ازاي؟ عشان كده قالوا البريشر او الضغط افكت ايه اكتر من بي اكتر من سي. اول عصب يتاثر الاي فايبر لانه ذا موست اكسايتابل، اسرع واحد عليه مايلين اكتر، ثم البي، ثم السي. بنشبهها بالطالب الشاطر اللي ينقص نص او ربع درجه يعيط، ليه؟ اصلها تفرق معاه. الشاطر عندنا هو الاي والخيبان هو السي، فالسي ده تدي تكتفني او لا مش فارقه معايا، انت عايز تبطئ سرعتي، طب ما انا اساسا بطيء. السي ده ان مايلينيت. تعالوا على الفاكتور الثالث الجميل، نتكلم على الحراره، على التمبريتشر، وده مهم جدا. حسبوها في كتب الطب وقالوا ان كل ما تقل درجه حرارتك يا نيرف 1 ديجري سنتيجريد يقل سرعه النقل 3%. يعني اذا النيرف في الكوندكشن محتاج سرعه في النقل، محتاج حراره. طب ما هو الحراره دي جت منين؟ الجامب يو كونسيوم، انت بتستهلك من طاقتك وبالتالي بتطلع حراره اكتر، فكل ما درجه الحراره تقل سرعه النقل تقل، ده معناه ان انا محتاج تمبريتشر. خلي بالك اي تشارج بيعمل كاينتيك انرجي، والكاينتيك انرجي ده يبقى محتاج لتمبريتشر. هتقولي طب والمعلومه دي استفدنا بيها في الطب في ايه؟ قالوا انت ممكن تعمل عمليات عند زيرو ديجري سنتيجريد. هتقولي ازاي اعمل العمليه؟ قبل ما يكتشفوا التخدير او البنج كانوا بيجيبوا رجل العيان ويحطوها في حوض تلج. طب ليه تلج؟ التلج ده درجه حرارته قليله، وانت قلت لنا كل ما تقل حراره العصب درجه مئويه واحده يقل سرعته 3%. تخيل عندي زيرو سرعه النقل مش موجوده اصلا، كانك مش حاسس باعصاب رجلك. فلو جينا عملنا عمليه البتر، البتر ان انا اقطع جزء من الرجل اسمها امبيوتيشن، عمليه ايه؟ بتر الساق. تعالى نقطع الساق دي، العيان شايفك وانت بتقطع رجله ولكن مش حاسس. ليه؟ لان انت استخدمت عامل التمبريتشر، قللت درجه الحراره جدا لدرجه العيان فقد الاحساس، شايف اللي بيحصل له بس مش حاسس. الكلام ده قبل اختراع التخدير. نيجي للفاكتور الرابع والمهم جدا. نفترض الاكسجين قل، انت لسه قايل اللي تشارجز محتاجه اكسجين في النقل، كانه عداء بينط من نود لنود محتاج اكسجين. قالوا نقص الاكسجين اسمها ايه في الطب؟ هايبوكسيا، ودي كلمه جديده. هايبو معناها قليل، كان المفروض في او كمان، عارفين اوكسيا يعني اكسجين، بس طبعا ما ينفعش اتنين فاولز او او ورا بعض. هايبوكسيا نقص الاكسجين. نقص الاكسجين مين اللي مفروض يتاثر اكتر؟ هتقول لي المور اكسايتابل اللي هو ايه، ولكن لقوا حاجه غريبه مش مبرره. لقوا ان بي رقم اتنين في الاكسايتابيليتي والسرعه يتاثر اكتر من ايه الاول، ويتاثر اكتر من سي. دايما سي يجي في المقام الاخير. التفسير يعني مش مقنع قوي، هايبوكسيا افكت بي
more than A more than C. ودي نقطة مهمة جدا لازم تكون عارفها. الفاكتور الخامس والأخير هو في أثناء التخدير. لو رحت لدكتور أسنان وجيه ادالك حقنة بنج، بتحس ان بقك نمل بعد وقت قد ايه؟ تقولي 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، خلاص مش حاسس بحاجة. طب انا لو عملتلك عملية في ظهرك، في حاجة اسمها تخدير في السباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي، هتلاقي العيان عقبال لما ينام ياخد وقت اطول. طب ليه في اسناني وقت اقل وليه في ظهري التخدير اخد وقت؟ ده هيدخلنا في الفاكتور الخامس اسمه انيسيزيا. انيسيزيا يعني معناها ايسيزيا معناها احساس، ان يعني مفيش احساس، يعني في تخدير او البنج. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان التخدير يأثر في الان مايلينيتد اسرع من المايلينيتد، يعني السي يتأثر اولا قبل البي قبل الاي. لاول مرة سي يكون ليه اليد العليا. طب ليه الان مايلينيتد يتأثر اسرع؟ تعال نرسمها مع بعض عشان تتخيل الكلام. ادي النيرف بتاعي مفيش غطا عليه، تخيل دي الحقنة، دي الحقنة بتاعتي، الحقنة بتاعت البنج. تخيل حقنة بنج تأثر في نيرف عليه غطا اسرع ولا نيرف ما عليهوش غطا؟ لو النيرف زي ما قلنا كده ما عليهوش ميلين التأثير اسرع. تخيل انا عايز اديلك حقنة من على هدومك فوق الجاكيت، صعبة، سن يعدي الجاكيت ويعدي الشميز يعدي كذا حاجة لغاية ما اوصل لدراعك، ازاي؟ ولا الاسهل الحقنة في الدراع على طول؟ فده اللي انا عايز اقوله. دايما يا جماعة خلي بالك الان مايلينيتد افكتد بالانيسيزيا اسرع. ليه؟ لان فيها هاي سيرفيس اريا، مساحتها اكبر، ومفيش الكوت او المايلين اللي يعمل بلوك، اللي يعمل زي الحيطة اللي يمنع اختراق الحقنة. دي مهمة قوي، عشان كده تقول لي منطقة الاسنان او الفك بيبقى فيها ايه؟ السي. طب الظهر فيه ايه؟ فيها الايه؟ عشان كده ما تستغربش وانت رايح لدكتور اسنان تحشي اسنانك انت بتتخدر اسرع، لان عندك ان مايلينيتد اللي هو السي اللي هو افكتد مور ذان بي اند اي. في نهايه الفيديو انا عايز افكرك باللي قلناه، اتكلمنا على الميكسد نيرفز واتكلمنا على كومباوند اكشن بوتنشال، قلنا مركب اكتر من رسمه لانه اكتر من نيرف باكتر من سرعه، الاسرع اي ثم بي ثم سي الان مايلينيتد. واتكلمنا عن الفرق بين المايلينيتد والان مايلينيتد، المايلينيتد السلتاتوري رابيد وايكونوميك، العكس في الان مايلينيتد. قلنا الفاكتورز افكتنج كوندكشن فيلوسيتي 5، نوع النيرف وقلنا الجدول مش حفظ، بريشر افكت اي مور ذان بي مور ذان سي، قلنا التمبريتشر كل ما تقل الحراره 1 ديجري سنتيجريد السرعه تقل، وده اللي استفادوه في عمليات البتر او بنسميها كرايو سيرجري، لان كرايو معناها تبريد، الجراحة بالتبريد، تعالى نبرد الرجل، مفيش اكتر من ان احنا نحطه في حوض كبير فيه تلج نمنع الكوندكشن تماما. والهايبوكسيا افكت بي مور ذان ايه لسبب مش مقنع قوي. والحاجة الخامسة هو الانيسيزيا، البنج يأثر أسرع في النيرف اللي مفيش غطا من حواليه، عشان كده أثر في السي مور ذان بي مور ذان ايه.